هو حضرتك الأفضل إنه إحنا ناخد التصرف الحالي في إطار التحركات الأوسع لهذه الأزمة، لأنه إحنا مرينا بمجموعة من المراحل المتتالية اللي وصلتنا لهذه النقطة اللي إحنا الآن بنقف على أو في مفترق طرق. أولا أثيوبيا وضعت حجر الأساس للسد بعد 50 يوم فقط من ثورة يناير، وكان التقدير السياسي العام أنه إعادة الاستقرار في مصر وإعادة بناء نظام سياسي جديد والارتباكات والاستقطابات المجتمعية هتاخد فترة زمنية طويلة، وبالتالي التوقيت ده هو اللحظة التاريخية المناسبة لأثيوبيا أنها تمرر هذا المشروع دون أن تستطيع مصر أن تقوم برد الفعل المناسب. وبالتالي كان في غموض مطلق حتى عن يعني كل التفاصيل الفنية والدراسات الخاصة بالسد. في ظل الإطار ده مصر قبلت تكوين اللجنة الثلاثية الدولية الأولى اللي هي كانت نتجت عن أنه أثيوبيا بتقول أنه مفيش ضرر ومصر بتقول إحنا خايفين من الضرر، فقالوا الأثيوبيين نعمل اللجنة عشان تفحص الدراسات وعشان تثبت لمصر أنه مفيش ضرر. طبعا كانت فكرة الأثيوبي تبدو في النطاق العام أنها تعاونية، لكن هي في جوهرها هي لكسب الوقت فقط وأنه يستمر في البناء. هو وضع بند في اللجنة الثلاثية الأولى أن السد تحت الإنشاء، وهو بيتزرع بهذا البند حتى هذه اللحظة أنه لا يتوقف عن البناء باعتباره أن السد البروسيس بتاعته شغالة، وأن مصر أقرت ده لما قبلت تشكيل اللجنة الثلاثية الدولية بهذا الشكل. المراحل اللي مشيت بعد كده جت مرحلة الإخوان المسلمين، وشفنا اللي حصل فيها الكوميدي اللي حصل والرعونة بتاعة محمد مرسي والتصرفات غير لائقة اللي تمت، ده أثر سلبا على صورة مصر. بعد 30 يونيو كان في جهد كبير قاده السيد الرئيس عشان تغيير هذه الصورة وإثبات أنه مصر طول الوقت استراتيجيتها هي التعاون وتحاشي الصراع والسعي نحو الصالح المشترك والمصالح والنفع لكل الأطراف. لكن وفي خطوات تمت في هذا الإطار اللي هي إعلان ملابو، إعلان الخرطوم، زيارة الرئيس لأثيوبيا وخطابه في البرلمان. الفكرة الأساسية يبدو أن الفكرة الأساسية في كل هذه التحركات هو أولا يعني التعبير الصحيح عن الموقف المصري التعاوني اللي بيليق بمصر كدولة ومحورية في المنطقة وفي حوض النيل. نمرة اثنين السعي لتكسير فجوة الثقة، يعني احنا في ثقة مفقودة نحاول نبني هذه الجسور مرة تانية ونوصل لتفاهم وسط، يعني لا ضرر على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لكن على الناحية الأخرى التعاون لازم يكون سكة باتجاهين، صحيح، يعني ما ينفعش الطرف واحد. صحيح. الحاصل انه بقى الطرف الأثيوبي استقبل كل هذه التحركات المصرية على قاعدة انه والله مصر مرتبكة وانه ده اخر، يعني دي ما عندهاش اوراق غير انها تعمل تحركات دبلوماسية من هذا النوع، وبالتالي هو مش مضطر يقدم اي تنازلات او يتزحزح موقفه ويمشي لنص الطريق عشان يقابل مصر. فبالتالي الموقف الأثيوبي لم يغادر المربع الأول اللي هو مربع المراوغة والخداع وشراء الوقت والدخول في متاهات لا نهائية من التفاصيل، ويصبح السد هو واقع في الوقت نفسه السد بيتبني. دلوقتي المسار اللي بدأ من بعد 30 يونيو وبدأ من إعلان ملابو في يونيو 2014، يعني قبل ما يقرب، يعني داخلين على سنة ونص دلوقتي، ثبت أنه الطرف الأثيوبي لم يستجيب. فبالتالي أنا بتصور أنه زيارة وزير الري إلى السودان هي إشارة من مصر، لأنه تعني السعي للتنسيق مع السودان لتغلب على اللحظة الراهنة. فأنا بعتقد أنه دي الورقة الأخيرة، وبعتقد أنه إحنا على مفترق طرق، وبعتقد أنه الموقف المصري بيحتاج لمراجعة شاملة من كل مؤسسات الدولة عشان تعيد تقييم الموقف وما هو الأفضل بالنسبة لمصر في هذه المرحلة.